ونحتاج إلى اليمين الأكثر تشددا واليمين الديني أن يكون هو اللي في صدة الحكم. فبالتالي بيحصل نوع من يعني في الانتخابات الأخيرة من حصل على عدد مقاعد أكثر، نتنياهو أم كانت سيبي ليفني؟ كانت سيبي ليفني قبل سيبي ليفني كانت أعلى مقعد ولم تكلف بتشكيل حكومة. صحيح. الذي كلف نتنياهو. كلف نتنياهو ليه؟ لأنه القانون الإسرائيلي اللي مفيش دستور طبعا بيدي الحق رئيس الدولة أن يجري مشاورات مع النخب السياسية، النخب السياسية مع رؤساء الكتل الكتل السياسية، ترى أنه الأفضل في هذه الأيام هو بنيامين نتنياهو. في انتخابات نتنياهو وبارز كان في كلام على تزوير في انتخابات ولم يثير شعون بارز هذا الكلام. 96 وصعد نتنياهو، رغم أنه الإثارة هنا ممكن تصعد شعون بارز، بس الأمن القومي الإسرائيلي من وجهة نظرهم الأفيد لإسرائيل في هذه المرحلة هو فلان الفلاني. هذا حتى لو كان يعني مجيئه حتى لو كان مجيئه مش مظبوط بعض. فبالتالي هم عندهم حرص شديد على مصلحة دولتهم، في المقابل هم بيقابلوا بحالة من العبث في العالم العربي. ومش عايز أتكلم على الوضع الفلسطيني طبعا، لأنه أنا بعذر أبو مازن وبعذر القيادات الفلسطينية في فتح، لأن احنا أمام طرف بيتولى تماما فكرة الإمارة الإسلامية في غزة. هو خسر رفح والعريش الحمد لله ب 30 يونيو، لكن ما زال بيحلم بهذا، وما زال هناك وعود أعتقد أمريكية عن طريق تركيا وقطر، وما زال هناك تمويلات رهيبة في هذا الإطار أن تبقى في إمارة إسلامية في غزة. لذلك عندما تتحدث عن قضية فلسطينية يؤسفني أنه أنت بتتكلمش على ضفة وغزة، أنت بتتكلم على الضفة اللي هي كل يوم بينقص منها حاجة، بتتكلم عن مسجد الأقصى اللي كل يوم بيحصل ليه اقتحام. اللي يوسكو بيتكلم عضو الكنيسة المتطرف غلك اللي صرح اليوم كان له تصريح بأننا يجب أن نقسم المسجد الأقصى. يعني كمان تخرج هذه التصريحات وغيرها كثيرا، يعني هو عضو كنيسة أصبح عضو كنيسة. أفكر حضرتك بحاجة، شمعون بيرز في سنة في التسعينات قال لكم، في الثمانينات 86 قال لكم ما فوق الأرض ولنا ما تحت الأرض. الناس ساعتها ما فهمتش إيه تحت الأرض دي. اللي بنيامين نتنياهو 96 بدأها بحفر الأنفاق أسفل المسجد الأقصى، لأن الوضع إن حائط المبكى من فوق تحت الأرض بيسموه حائط البراق، اليهود بيخشوا بيحتفلوا أو بيصلوا في الحتة دي، من فوق هو المسجد الأقصى وحائط البراق. الأنفاق اللي اشتغلت هو ده التصور، واللي تم تنفيذه يعني ده تم تنفيذ بالفعل حتى اللحظة، ولا زال حتى هذه اللحظة بيتم تنفيذ الحفريات. انت اللي عندك لا يونسكو بقى بيتكلم، يعني شوف بقى هنا بقى العبث العربي. لا يونسكو بيتكلم، لا الأطراف العربية مجتمعة. يعني لو حصلت حادثة قد كده لأي شخص إسرائيلي أو يهودي العالم كله بينقلب. ده انت أقدس المقدسات الإسلامية بعد المسجد الحرام، مسجد نبوي الشريف، المسجد الأقصى، بينتهك كل يوم لا عالم عربي بيتكلم ده بيتكلم مع بعضه. يعني ممكن يعمل اجتماع في القاهره لجامعه الدول العربيه، اجتماع وزراء خارجيه العرب، منظمة التعاون الاسلامي، نقعد نتكلم. لكن وجودنا على مستوى الميديا حتى العالميه احنا ما لناش وجود. على مستوى التاثير على متخذ القرار في منظمه مهمه زي اليونسكو برضه ما لناش تاثير، رغم ان فلسطين النهارده استطعنا ان نؤثر عضو. لا استطعنا ان نؤثر وناخذ قرار من اليونسكو، واللي على اثره رئيس وزراء فرنسا اعتذر لنتنياهو قال له سنراجع موقفنا من اتجاه القرار الذي اتخذ في اليونسكو. عندما حاولت اسرائيل تزوير الوقائع في اليونسكو وتقديم مجموعه من الشواهد على انها تراث اسرائيلي ورفضت اليونسكو وسجلت باسم فلسطين. ده طبعا جيد، لكن انا بتكلم على ارض الواقع، ما يحدث من انتهاكات وما يحدث من تهويد القدس وهدم كل يوم لمقدسات اسلاميه حتى اليوم ليس هناك منظمه عالميه ولا عربيه. دائما يعني نصل الى نفس النقطه او نفس الاجابه او نفس الحقيقه، انه يعني كل ما تفعله اسرائيل هو نتيجه ضعف عربي. مش اكيد. طيب يعني هل في عالمنا العربي بهذا الشكل ما ينبئ انه من الممكن ان يستخدم العرب اي اوراق قوة لديهم للضغط على اسرائيل في اقامة اي نوع من انواع السلام؟
لا أعتقد ذلك، لأن الكل العربي خاص. يعني هناك الآن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سبيل المثال. أنت تحدثت بالقوة، لكن هنا القوة نفصلها على أكثر من محور، أو نأخذها على أكثر من محور، منها القوة السياسية ومنها القوة العسكرية. بجانب القوة العسكرية هذا الأمر لا يمكن حدوثه، لأن هناك منظومة دولية وهناك مجتمع دولي، وفي ظل أحادية القطبية العالمية وحجم الدعم الذي تتلقى إسرائيل من العالم ومن المجتمع الغربي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الدول الأخرى التي لا زالت تدفع جزية للاحتلال على ما سمي بالهولوكوست أثناء ألمانيا، هذا الأمر الذي مارسته إسرائيل بحق الفلسطينيين، وقامت بحرق الفتى الشهيد محمد أبو خدير وبحرق عائلة دوابشة، ومارست هولوكوست القرن الواحد والعشرون دون أن يتحرك العالم. ولكن العالم بأسره لا زال حتى هذه اللحظة يشعر بعقدة الذنب اتجاه ما مورس بحق اليهود. هذا الأمر الذي ينقلنا أو عودة إلى التساؤل الخاص بحضرتك. هناك الآن بعد أن استعادت مصر عافيتها، وهنا أنا أتحدث عن الدور المصري، لأن ليست المنطقة العربية استعادت عافيتها، المنطقة العربية جميعها تمر بمجموعة من الأزمات المتكررة والمتواصلة، والتي هي بالنهاية صنيعة الدول الكبرى، لأن المخطط الأكبر في كيفية تقسيم المنطقة، وهذا يعيدنا إلى مخطط برناند لويس 1983 الذي رأى في كيفية تقسيم المنطقة لأكثر من 50 ولاية أو دولة أو دويلة. هذا الأمر الذي تحاول تطبيقه ويحاول أن يمر على المنطقة العربية، ونحن نرى حجم الأحداث التي هي موجودة بالعراق والموجودة باليمن وبسوريا وبليبيا، والإرهاب الذي يضرب في تونس ويضرب في بعض الأنحاء في مصر وفي الكثير من الدول. المنطقة العربية غير مستقرة، من معاني عدم تأهيلها لأن يكون هناك موقف باتجاه القوة. لكن هنا دعنا نتجه إلى الاتجاه الآخر، الاتجاه السياسي الذي كانت مصر هي العمود الأساسي أو العمود الفقري للمنطقة العربية. وعندما قلنا منذ البداية إذا كانت مصر قوية فالأمة العربية بأكملها قوية وستتعافى الأمة العربية، وكانت دعوتنا بعد ثورة 30 يونيو إلى الكل العربي لدعم وتعزيز الصمود المصري ودعم أو الاستقرار في مصر. وكانت هناك بعض الدول التي لبت هذا الأمر وعارضت المشروع الأمريكي الذي أراد أن يكون هناك حصارا على مصر، حصارا اقتصاديا، ووقفت وقفة نخوة عربية جادة باتجاه مصر. من هنا بدأت مصر تشق طريقها، خاصة بعد استكمال خارطة المستقبل التي أعلنت عنها بعد ثورة 30 يونيو، والتي انتهت وتجسدت على أرض الواقع. جملة اعتراضية بس في النص، هذه الوقفة اللي بتحرك عبرت عنها بالنخوة العربية، لا يقف العالم العربي هذه الوقفة اليوم بالنسبة لسوريا. طيب خلينا في موضوعنا. يعني هو الموقف العربي. طيب يعني هذا يعني الامر كل ما حضرتك قلته يعني بيصب او يعني بنصل به الى مبادره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني لانه زي ما حضرتك قلت انه مصر استعادت عافيتها ودورها الاقليمي والدولي، وهذا الذي يشجع اكثر بان مصر الان هي التي ترأس مجلس الامن، وهي عضو غير دائم في مجلس الامن لمده 24 شهر. هذا الامر الذي جسد من خلال العلاقه ما بين جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه والتي والدولة الإمارات، والتي جميعا تشكل عامل قوي في الأمة العربية وعامل مؤثر. مصر بدأت تأخذ مكانتها الإقليمية والعربية والدولية. لذلك عندما طرح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته بأنه على استعداد أن تكون مصر حاضنة وأن تحول هذا السلام البارد إلى سلام دافئ تنعم من خلاله كافة شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار، هذا الأمر الذي أرسل رسالة أولا ليس فقط للإسرائيليين أو الفلسطينيين، بل هي كانت رسالة بالدرجة الأولى موجهة للمجتمع الدولي بأنه لا مجال أو لا عودة لمكان الاقتتال والحروب في المنطقة، لأن عوامل التنمية التي تعقد القمم العالمية وفي الأمم المتحدة لأجل التنمية والتطوير لا يمكن لها أن تستقر أو أن تسير بشكل متصل دون أن يكون هناك حالة من الاستقرار والأمن والاطمئنان. واختار التوقيت المناسب أثناء افتتاحه لمجموعة من المشاريع في محافظة أسيوط ليرسل رسالتي بأن التنمية تسير في ظل حالة الاستقرار والأمن والأمان. الرسالة المضيئة الحقيقية التي وجهها من خلال الرئيس السيسي إلى المجتمع الإسرائيلي والمجتمع العربي عندما قال بأن هناك
لديكم تجربة مع مصر 40 عاما من الاتفاقيات ومن السلام ومن عمليات بناء الثقة عادت على شعوب المنطقة وعلى الشعبين بالأمن وبالاستقرار. فلنعيد التجربة ولنكرر التجربة، ونحن كعرب جاهزون. وهنا تحدث الرئيس السيسي باسم العرب بأكملهم، ولم يتحدث باسم مصر فقط، وقال بأن العرب جاهزون لأن يتم تحقيق السلام ويكون هناك استقرار حتى نتفرغ للقضاء على التطرف والإرهاب والجهل والفقر والبطالة والجوع في المنطقة. طيب، هو وقت الحوار بينتهي، ولكن يعني سؤالي لك دكتور منصور، يعني هل أيضا شعرت إسرائيل بالحرج بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قيل أنها شعرت بالحرج بعد المبادرة الفرنسية؟ بص حضرتك، يعني أنا أعتقد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة ولها محورين، محور فلسطيني ومحور الإسرائيلي. المحور الفلسطيني جميع الأطراف رحبت لكنها لم تتخذ الإجراءات الفعلية لقلق المصالحة الفلسطينية، وقول هنشتغل مع الطرف الرسمي الوحيد الموجود الرئيس محمود أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية ممثل منظمة التحرير الفلسطيني، وهنسيب مشكلة حماس دلوقتي. الطرف الإسرائيلي رحب بكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا ورفض المبادرة الفرنسية. وأنا أتوقع أنه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدم الكرة للملعب الإسرائيلي قال لهم عندكم مبادرة العربية معلمها معروفة قلناها في الحلقة، وعندكم مبادرة فرنسية تعالوا نقعد عشان نشوف. أنا أتوقع أنه المبادرة الفرنسية لن تنجح، لن تقدم جديدا، لكن ممكن نخرج منها بحاجة، وهي أنه هيعود حوار ثلاثي تكون العمود الفكري فيه هي مصر ما بين الفلسطينيين وإسرائيل، بهدف الجلوس للوصول إلى أجندة للمفاوضات. ما بقولش مفاوضات، لأن بدون وضع سقف زمني وبدون وضع أجندة محددة للمفاوضات، هنتفاوض على واحد واثنين وثلاثة في خلال كذا، يبقى احنا بنهرج مش هنعمل حاجة زي ما حصل قبل كده. فبالتالي هو ده اللي هيكون. إسرائيل هتستفيد من كل دوت، هتستفيد إنها عملت لينك سياسي مع مصر اللي متوقف حتى هذه اللحظة منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب، على مستوى عملية السلام يمكن المناوشات اللي بتحصل دلوقتي تهدى إلى حد ما، لكن الاستيطان هيتوقف؟ مش هيتوقف، لكن ممكن اقتحامات المسجد الأقصى تخف، ممكن ملاحقات الأمنية للإخوة الفلسطينيين في الضفة تخف. مع غزة هم متفقين مع بعض، يعني إسرائيل وحماس متفقين مش محتاجين حد يتدخل لهم هم بس. لذلك أنا عجبت جدا أنه خرج تصريح رسمي من السلطة الفلسطينية أن السلطة اتفقت مع مصر على فتح معبر رفح 4 أيام لمرور العالقين. صحيح. من الجانبين. عجبني جدا ليه؟ ان المفروض من يحكم الضفة وغزة هي السلطة الفلسطينية. كون هذا التصريح انا اعتقد دي بداية سير في الاتجاه السليم، بنقول لحماس انت وجودك انت المسيطرة لكن رسميا لازم ترجع السلطة الفلسطينية تعمل مع جهة واحدة. عموما كالعادة يعني هذه الحوارات بيبقى لها يعني تكملة زي ما بنقول، لأنه ما تفعله إسرائيل لا يتوقف للأسف من انتهاكات، وأيضا ردود الفعل العالمية يجب مناقشتها أولا بأول. أشكركم شكرا جزيلا على هذا الحوار. أشكرك دكتور منصور عبد الوهاب الأستاذ بجامعة عين شمس والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية. كما أشكرك جزيل الشكر دكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني. شكرا جزيلا لحضوركم، ونراكم قريبا على خير إن شاء الله. مشاهدينا، بهذا بتنتهي هذه الحلقة من خطوط تماس. الأسبوع القادم حلقة جديدة على شاشة أمين الأخبار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.